انا والدة محمد اسحاق محمد احمد، ابني كنت عامله له عمليه ليزر، وجيت اول ما جيت من البيت جم جيش وجم الداخليه، طلعت على البيت عندنا بيسالوا على واحد مسجل، فجري وجري على الشقه فوق وطلعوا ما لقوش المسجل دوت. فانا خفت على المنظر الرهيب اللي انا شفته، الجيش واقف والشارع كله مليان جيش ومليان داخليه ومليان مسدسات ومش عارفه ايه وحاجات رهيبه. بصيت كده في ايه في ايه؟ قال لي بس ست خش انت يا ست خش. دخلت على ابني الباب ورحت واقفه مع الناس، جريت جري وبعدين جري جري راح قال الباب ده كان مفتوح، رحت جري جري راح خبط الباب وكسره، راح فتح الباب وحط كسر في الباب، راح كسر. قلت له طب ليه في ايه؟ قال لي لا ابدا مفيش حاجه. دخلوا عليه لقوه نايم، خدوه قالوا له انت مين؟ قالوا له انا اسمي محمد. هو ما جاي اصلا، جاي على واحد ما نعرفش اسمه في العمار، في قلب العماره. بعدين بيقولوا له طب ده لسه جاي من المستشفى، لسه عاملين له عمليه الليزر. يا والنبي يا استاذ يا باشا، لسه جاي عاملين الليزر يا باشا ومش عارفه ايه. قال لي ستي ده هناخده ونكشف عليه ونرجعه لكم تاني. قلت له طب ماشي. طب وجريت وراهم على القسم تحت، فرحت على القسم وبعدين بقول له ففي ايه يا استاذ؟ رمونا هناك واخدينه 16/3، رمونا هناك في الساعه جيلها 11، مشونا من هناك الساعه جيلها 2 ولا 3 بالليل. وبعدين بقول له طب انت رايح فين؟ قال لي رايح 28. طب ليه؟ عملتوا ايه؟ طب انت واخده من البيت ليه؟ طب في ايه؟ طب في ايه؟ طب ما فيش ايه؟ قال لي ستي بكره تعرفي في ايه؟ طب عملت له ايه؟ طب إيه؟ يعني ايه اللي حصل؟ طب اجي وراكوا؟ قال لي لا يا ستي تعالي بكره 28. رحت 28 وحولوه على الحربي، رحت اعمل الحربي قعد يجي 3 4 ايام. رحت هناك طب في ايه يا جماعه؟ قالوا طب جلسته مش عارفه يوم 23 ولا يوم ايه؟ طب في ايه؟ طب قولوا لنا في ايه؟ طب ايه تواخدونه ليه عشان ايه؟ قالوا لنا لا بتاعت بكره تعرفي. رحنا في الجلسه قالوا لنا ده معاه، كان معاه صندوق مولوتوف. قلت له صندوق مولوتوف بتاع ايه؟ انت مش واخده وهو نايم؟ انت مش واخده دلوقتي كده وهو نايم من البيت من على السرير، وضربتنا وبهدلتنا وكسرت شقتنا ودخلت علينا وكسرت السراير ولغايه الثلاجات كسروها، لغايه الحلل مسكوا الحلل وكسروها، مسكوا الشقه كلها وكسروها وبهدلوها وست امي عندها 80 سنه بهدلوها وزقوها في الارض. طب ليه تاخدوه ليه عشان ايه؟ قالوا لنا ده كان معاه صندوق. طب فين الصندوق المولوتوف؟ طب هم فين وخدوه من امتى؟ انتوا خدتوه وهو نايم، خدوه ازاي؟ قال لي يا ستي ده ان شاء الله بعد 4 ايام جلسته. طيب الجلسه بتاعته؟ طيب رحنا الجلسه بتاعته، رحنا جبت له طب اجيب لكم الشهاده. قال هاتوا شاهد. خدت الشهادين عشان يكلموهم ولا يقولوا لهم اي حاجه؟ يقولوا لهم هم واخدينه من البيت. قال له احلف ان هم واخدينه. قال له من قلب السرير، من على السرير واخدينه، وانا بقال جنبيهم، بقال جنبيهم الساعه 11 جم خدوه وكاتبينه بقى ترويع مواطنين واخدينه صندوق مولوتوف وحكموا عليه ب 25 سنه سجن. العيل الصغير ده ب 20 سنه حكموا عليه 25. 16/3 ده يخيل. قال المحكمه العسكريه للمدنيين ده مدني واخد شهاده وبيكمل في المعهد ولسه بيبص على حياته. ولما اول ما ابوه عرف كده ابوه اصلا عنده القلب وعامل دعامات وقلب وكذا، عامل 4 دعامات، عنده السكر وعنده الضغط وكل حاجه عند بابا. اول ما سمع كده جاله شال النسي واترمى بالارض، هو اللي بيصرف علينا. حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا رئيس المباحث محمد الشرقاوي هو اللي خده من السرير، هو اللي بلغ عليه وخده. حسبنا الله وانت الوكيل. 25 سنه سجن، مش عايزين محاكمه العسكريه دي، دولة مدنيين ما تحكموش عسكريه. حرام حرام الظلم.